الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن الله
سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل
الكاذبين فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبل قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك من فضل الله علينا ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم الرحمن الرحيم
عليك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم تأويله فأرسلون وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا
وننير أهلنا ونحفر أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله سمع الله لمن حمده. الله
وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا
الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا صدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قال هل علمتم ماذا فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال
الشيطان بيني وبين إخوتي
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شفي الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد يا الله على ما أعطيت، ولك الشكر على ما قضيت، نستغفرك اللهم كل ذنب ونتوب إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته، ولا ويسرتها برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا غفور يا ودود، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا
إلهنا من نقصد وأنت المنصور.
اللهم لا تسوي خلقك بالنار، اللهم إنا لا نصبر على حر النار، اللهم لا تعذب وجوها سجدت لخشيتك، اللهم لا تعذب أعينا دمعت من خشيتك، اللهم لا تعذب ألسنا ذكرتك يا الله، اللهم لا تعذب آذانا سمعت كلامك العزيز، اللهم لا تعذب أرجلا مشت إلى المساجد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مرار جهنم، ونعوذ بك من زقومها، ونعوذ بك من صديدها، ونعوذ بك من زفيرها، ونعوذ بك من مهلها، ونعوذ بك من عرقها، ونعوذ بك من قيحها، ونعوذ بك من أوديتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شربة من حوض نبينا لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم إننا لا ندخل الجنة بعملنا ولكننا ندخلها برحمتك، اللهم متعنا بما هو أغلى شيء في الجنة وهو النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. كل من حضر وكل من طلب الدعاء اللهم أعطه ما تمنى وفوق ما تمنى، اللهم حقق رجاه، اللهم وفق مراده، اللهم بلغه مقاصده يا رب العالمين، اللهم شاف كل مريض وفرج على كل مهموم ونفس على كل مكروه وسدد ديون كل مدين يا رب العالمين. يا سيدنا يا مولانا أعط لكل واحد منا ما نوى، يا سيدنا يا مولانا اكتبنا في هذا الشهر من عتقائك يا رب العالمين. اللهم في هذه الساعة ولعلها ساعة الاستجابة بلغنا ثواب ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يصادفون ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يصادفون ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن تصافحهم الملائكة، اللهم اهد زوجاتنا وأبناءنا وإخواننا وأصحابنا ولكل من له حق علينا ولكل من أسدى إلينا معروفا، اللهم ارحم شيوخنا وآباءنا ومعلمينا وأستاذنا وأد اللهم علينا حقوقهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم إنك تعلم أن إخوة كانوا معنا في رمضان الماضي وساروا الآن تحت التراب، اللهم أدخل عليهم في قبورهم الفسحة والنور والضياء والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد آمنين مطمئنين، اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم رد بهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظ شباب هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظهم من
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.